وزارة الإسكان متواجدين في فؤاد سنتر على كورنيش الخبر التعريف بمشروعهم الجديد فلل تلال الغروب. خلكم معي، راح ندخل فؤاد سنتر ونشوف تفاصيل مشروع فلل تلال الغروب. هذا موقعهم، موفرين فيه جميع الخدمات، جميع المجسمات لتشرح لكم المشروع. وهنا معرض وزارة الإسكان، في خطوات المرشح راح يقوم فيها. أول خطوة عندنا اللي هي الاستقبال والتسجيل. المرشح لتجي رسالة يروح عند الشباب هنا ويشيكون معلوماته. السلام عليكم، يعطيك العافية، شلونك؟ سيد طيب؟ عافيك يسلمك. طبعاً المرحلة الأولى يجي المستفيد عند الاستقبال وعند المستشار العقاري، يدخل بياناته ويتأكد أنه مرشح، بعدها يبدأ يشوف الالتزامات اللي عنده، القوة الشرائية، يشوف البنوك، يشور عليه التوجه الطريق الصحيح، بعدين يدخل على المطور. تمام، حلو. أوكي أخوي هشام، تشرح لي بس الخطوة الثانية. الخطوة الثانية بعد ما يخلص من استقبال المستفيد يتوجه إلى البنوك، بحيث أن البنوك راح يحسبون له القدرة الشرائية، مبلغ التمويل. مبلغ التمويل هذا هو اللي بيحدد له يا اما ياخذ التاون هاوس او اللي هو الشقق بناء على التزامات الشخص وعدد افراد الاسره واليه البنوك. تمام، الان نجي للمرحله الثالثه. تفضل اخوي هشام. بعد البنوك يتوجه المستفيد الى المطور، لما تتحدد القدره الشرائيه تتحدد له ان المنتجات اللي راح تطلع منها هي اللي هي التاون هاوس او الشقق بناء على القدره الشرائيه اللي معه. والان راح نشوف شرح لمشروع فلل تلال الغروب اللي تنفذه وزارة الإسكان في الشرقية. تفضل أخي هشام. طبعاً الفلل عندنا تقسم إلى أربع أقسام، اللي هي التاون هاوس عندي من 283 متر، 320 متر، 359 متر، و 410 مسطح البناء. تمام. النظام بيكون كالتالي: دور أرضي أول ثاني. دور الأرضي عبارة عن مدخل رئيسي يكون فيه مجلس، وفي عندك مقلط، ودورة مياه ومغاسل، وعندك الصالة، وعندك المطبخ، ودورة مياه، وعندك المدخل الجانبي. تمام. الدور اللي بعده بيكون في عندك أربع غرف نوم كلهم مستقلين وماستر، وبيكون عندك اللي هو الصالة العلوية. أوكي. الدور اللي بعده بيكون عندك اللي هو البلكونة الخلفية، وغرفة الخدامة، وغرفة الغسيل، وغرفة التخزين، والبلكونة الأمامية، والغرفة الخامسة ماستر بتكون. ممتاز. طبعا هذا يعتبر اللي هو نموذج السيل 410، بيكون هو اعلى فئه. طبعا بيكون الاليه كالتالي: مدخل رئيسي، استقبال، مجلس، عندك مقلط، والله يزيد دوره مياه ومغاسل، وعندك الصاله والمطبخ دوره مياه ومغاسل، وعندك المدخل الجانبي ما شاء الله. وهنا بيكون عندك اربع غرف نوم، عندك هذه ماستر مستقله وهذه مستقله، وعندك الصاله العلويه، وبتكون الثنتين اللي في الخلف مشتركه دوره مياه، عندك بلكونة أمامية وخلفية في الدور الأول. الدور الثاني بيكون عندك البلكونة الخلفية والأمامية، وعندك غرفة خامسة ماستر، غرفة تخزين، غرفة غسيل، وغرفة خدامة مع دور خلفية. ما شاء الله. هذا نموذج الفلة. نعم، هذا الشكل الخارجي لنموذج السي اللي هو 410. أوكي. بيكون إما ثلاث ارتدادات أو أربع ارتدادات. أوكي. تمام. اللي هناك بيكون اللي هو 359. طبعا جميع الفلل عندنا بتكون فيها غرفة سايق، مدخل خاص، جراج. لكن اللي هو نموذج البي 359 320 راح يكون اما ثلاث ارتدادات او اربع ارتدادات او يكون ارتدادين. تمام، كذا نكون احنا خلصنا من القسم الاول اللي هو التاون هاوس اللي هو تبع تلال الغروب، وعندنا اللي هو الشقق تبع تلال الغروب. كم وحدة سكنية في تلال الغروب؟ في الشقق بيكون في عندك 1799 شقة، وفي الفلل بيكون عندك 1632 فلل. ما شاء الله، يعني المجموع فوق 3000. اي نعم. تمام، تفضل. طيب عندنا هنا بيكون زي ما انت شايف اللي هو المخطط العام حق الشقق. في عندنا نوع من انواع اللي هو الشقق، هذا بيكون مساحته 210، راح يضم اربع غرف نوم، وعندك صالة ومجلس، وبيكون في مطبخ ومدخل واحد. اوكي، يعني في كل شقة مجلس وصالة ومطبخ واربع غرف نوم. اي نعم، هذا على النموذج اللي هو السي. نموذج السي. اي، لان في نموذج اقل منه وفي نموذج اعلى منه، وتتغير اللي هو عدد الغرف النوم فقط. يعني المساحات هي
بس هنا عندنا 4 غرف نوم، النموذج اللي أقل منه بيكون 3 غرف نوم، واللي أصغر واحد بيكون غرفتين نوم. تمام. فعندنا برضو اللي هو شقة بتكون أعلى من هذه، تكون نظامها دوبلوكس دورين، يكون فيها طول عمر السلامة 4 غرف نوم، 2 بتكون ماستر و2 بتكون مشتركة، بيكون عندك مدخلين فيها، بيكون فيها مجلس ومقلط وصالة ومطبخ، وفي عندك غرفة قدامة وغرفة غسيل و3 دورات مياه تحت. طبعا بتكون كلهم في عمارة، العمارة راح تكون من 7 طوابق. كل طابق بيكون فيه من 6 شقق إلى 4 شقق، وكل مبنى بيكون فيها لفتين، وفيها طبع المواقف، فيه مدخل رئيسي ومدخلين من الجانب. طبعا هذا المخطط العام لنظام التاون هاوس اللي قبله. المخطط راح يضم فيه محلات تجارية، مدارس، حدائق، جامع، مساجد، راح تكون موزعة بشكل كامل على الحي، جميع الخدمات متوفرة. اي نعم، والبنية التحتية بشكل كامل منجزة ومنتهية. طبعا هذا المخطط مثل ما قلت لك، هنا راح يكون في جامع وحدائق ومحلات تجارية، وبرضه هنا بيكون في محلات تجارية، وهنا مدارس بنات ومدارس أولاد. طبعا عندي أنا ما يقارب 18 زون في الفلل، راح ابتديها على مراحل. المرحلة الأولى راح تكون هنا زون 9 وزون 11، زون 10 راح يكون المرحلة الثانية، وبعد كذا راح تتحدد بناء على حسب المراحل اللي راح تدخل فيها. يعني أخوي هشام يعني مخطط مثل كذا في أكثر من 3000 وحدة سكنية وشقة سكنية بالإضافة لخدمات متكاملة، هذا يعتبر مدينة. فعلا هي مدينة، وراح يكون موقعها إن شاء الله في الدمام على طريق الرياض، الجهة الجنوبية من المخطط. تمام. لما ينتهي المستفيد من اختيار المكان للمنتج اللي حجزه سواء تاون هاوس أو شقة، يتوجه بعدين إلى المرحلة الأخيرة اللي هو الحجز. هنا راح يسادون الشباب من اللي هو صندوق العقاري ووزارة الإسكان، الشباب موجودين ويأكدون للحجز هنا عن طريق النظام الإلكتروني تبع وزارة الإسكان. تمام. أخوي شام، أنتم متواجدين هنا من الساعة كم للساعة كم في اليوم؟ راح تواجد إن شاء الله من يوم السبت إلى يوم الخميس من الساعة 2 إلى الساعة 9 مساء. تمام. موقعهم فؤاد سنتر كورنيش الخبر، توفر كتيبات تشرح لكم جميع تفاصيل المشروع سواء للشقق أو للفلل. سناب الشرقية، أقوى حساب للتغطيات اليومية، مطاعم ومقاهي، فنادق وشاليهات، معارض وفعاليات، عروض وخصومات.